عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى النور. النهاردة معكم ياسمين، هنعمل مع بعض حاجة جديدة يعني كده من الشمع. انا هعمل كفر للسلطانية دي، هنشوف هنعملها ازاي، بس من الشمع، مسدس الشمع. وهنحتاج بس لفرشة عشان ندهن، وزيت هنا شوية زيت عشان ندهن السلطانية دي ونشتغل بالشمع. انا اهو هدهن دلوقتي السلطانية كده بالزيت، دهنة خفيفة يعني كده عشان الشمع ما يلزقش فيه. دلوقتي انا حاملة الفراغ، بص كده اهو، انا هبدأ من النص هنا والفكرة دي ممكن تتعمل على كوبايات، على اطباق، حاجات ياما يعني، هيطلع شكلها جميل جدا، هتشوفوا في الاخر هيطلع شكلها ازاي، شكلها خرافي فعلا. دلوقتي انت تعملي كده زي نص دايرة او زي بتلة الوردة، او زي رسمة السلطانية، ممكن النقشة المرسومة عليها. المهم ما يكونش فيه فراغات، يعني ايه تكون ماسكة هيكون بدايات ماسكة في بعضها، ما شاء الله. سلوى مساعدة، ممكن تزيني الشكل براحتك، مش شرط انتي انا نفس النشأة النشأة النقشة النقشة المرسومة على السلطانية، ممكن تزيني انتي براحتك. كده بالشكل ده لغاية ما اخلصها كلها كله. انا زي ما انتوا شايفين كده قربت اخلصه. بس بالشكل ده هسيبه ينشف شوية كده دقيقتين، هرجع لكم ونطلعه مع بعض ونشوف ازاي هيبقى شكله النهائي. زي ما انتوا شايفين اهو نشف خلال دقيقتين، يعني نشف تماما. دلوقتي هنفكه. بسم الله، يلا بينا. احنا حطينا الزيت عشان يساعدنا على الفك لما نيجي نطلعه من السلطانية. طبعا دي أشغال يدوية من ماما. صراحة دي أمتع حاجة، الفك، مش كده؟ واو. واو، وده شكله، منزل رأيكم كريستال صح؟ ايه في الكومنت بجد والله شكله جميل. وتحفة. ممكن انت لو تقدموا حابة، فيها ممكن لو حابة تقدموا تلوني ممكن تلوني بالمناكير او اي حاجة يعني الوان، يعني ممكن سبراي بتاع الألوان ده. او تقدر تحطي التوك بتاعتك فيه او اكسسواراتك، الخواتم، السلاسل، اي حاجة. شوف شكلهم شكله احلى. جميل جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكو. لو حابين كمان نعمل اشغال تانية زي كده ابقوا اكتبولنا في الكومنت. لو عجبكم الفيديو وتشوفونا لاول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا،
ومع السلامة.